تسمحوا لنا نستمع فقط، نستمع لكلام الله عن كلام الله. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وصفه بأنه هدى. اسمع: طاسين تلك آيات القرآن تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى هدى وبشرى للمؤمنين. الله يقول عن هذا القرآن: هدى هدى. إن أردت النجاة وأردت الهداية عليك بكتاب الله. قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله. يهديك الله بالقرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه مرة ثانية ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي ويهديهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن يهدي به الله. إن أردت النجاة، أردت الهداية، أردت الفوز، أردت الفلاح، في كتاب الله عز وجل. قل هو للذين آمنوا هدى هدى وشفاء. الله أكبر. هدى يهدي نهدي به. كثيرا ما يذكر الله هذا الوصف عندما يذكر هذا الكتاب العظيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله
الله أكبر. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يهدي به القرآن، الله يقول عنه يهدي به، يهدي به من يشاء.